صباح الفل. ده ايه لسه سلك الكلام فاصل؟ عارف في ايه؟ بسم الله. بقول لك يا حاج، جبني مكانك حبيبي. انت يا عم، بقول لك ايه، كبير بيبص لك. وده معناه ايه؟ ده معناه انه عايز ياخد السيرفيس بتاعك. هاتوا شلول. ايه يا عم في ايه؟ ايه يا عم في ده، انا بهزر معاك. بص، هو ده ملوش غير معنيين، يا اما هو عايز منك مصلحه، يا اما هتطلع انت منه المصلحة. على فكرة ده مش كبير السجن هنا بس، ده كان كبير قوي بره. ولما هو كبير قوي كده، ايه اللي دخله السجن؟ اللي اكبر منه، تعرف ده يبقى مين؟ لا معرفش. تسمع الرجل الاعمال قاسم السيوفي؟ اسمع عنه. او ده بقى يبقى اخو مراته. زعلان منك ليه؟ لا يعني اقول لك خد الورك واديني الصدر، تروح واخد الورك والصدر ومديني الخياره دي؟ يعني يا اخي يعني انت جعان تاكلني؟ طب كمل. اكمل ايه؟ كمل اللي كنا بنتكلم فيه. السلام عليكم. انا بكلمك في ايه يا عم؟ في ايه مال؟ كمل في اللي كنا بنتكلم فيه. ما تقعدش تسيح بقى قدام الناس، تعال. بص يا سيدي، الراجل ده بقى هو اللي كان مدور الشركات بتاعت اخته اللي كانت ورثها من مين؟ ما تقول يا عم من مين؟ من مين؟ انا هقول اصح، اللي ورثها من جوزها القديم اللي مات. تمام؟ والراجل ده هو اللي جاب قاسم يشتغل معاه، لكن قاسم طلع اذكى من اللي كان في دماغ راجي بقى. ابتدى ايه بقى؟ يلف على راجي، وابتدى ايه؟ عايز يتجوز اخته، فقال لك ايه؟ انا راح اتقدم. الولد راح اتقدم، فقال لك ايه؟ راجي يبارك الجوازه ومش اشكال، اهو الدنيا ماشيه. وبعد ما الراجل اتجوز ابتدى قاسم يتحول ويتغير على راجل، لدرجه ان هو ابتدى يتدخل في كل كبيره وصغيره في الشركات، لدرجه ان راجل كان بيدي اوامر وقاسم يلغيها. ومرات قاسم فين من كل ده؟ ما هو قاسم بقى قدر يقنع مراته ان راجل بيلعب لمصلحته، وابتدى يخوفه منها. قامت طردته ومسكت جوزها كل حاجه. ها يا مندي. مندي ايه؟ مين اللي طردت مين؟ انت بتقول ايه؟ انا قلت حاجة؟ انا قلت حد طرد حد؟ ما تكمل حوارك. ايوه الكلام اللي ما انا هقول لك. ما تقدرش. قول لي ليه؟ ليه؟ لا انا بسألك. لا ما انا ولا اعرف ليه، ما كنتش سألتك. ما انت قول لي بقى، ما اعرفش عشان اجي اروح رصص لك المعلومات كلها. يا سيدي ما اعرفش، خلصني. ماشي انا اتفضل. راجي ها شريك معاهم بنسبة، ما كانش بيشتغل بمرتب، فما كانش حد يقدر يطرده. لكن لا مؤاخذة بقى، ايه طلع قاسم عنده الحل. قال لك استغل موضوع ان راجل بيمضي على كل ورقه موجوده في الشركه على كل كبيره وصغيره، وراح داسس له في وسط الشحنه شحنه لحوم فاسده، وراح مدخله هنا 7 سنين ومقعده معاه. طب وايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. بقول لك ايه، انا مش طايق حد، خلصني. ايوه ما انا فاهمك. المهم التجاره دي ليها فلوس كتير. يعني ايه التجاره دي فيها فلوس كتير؟ ما انا مش انت عايز ايه؟ قول لي حدد المعلومه وانا اقولها. يعني اللحوم الفاسده دي تعمل الفلوس دي كلها؟ لحوم مين؟ لحوم مين؟ اللي بيشتغلوا فيها. مين اللي بيشتغل في اللحوم؟ قاسم وراجي. انا ما اعرفش غير الجزار تحت بيتنا، الواد بيديني حته بتلو كده بتروح واقفه هنا العبايه، واخد لي بالك؟ وانا بشويها ما بتبقاش حد. خلاص هقول لك. مش عايز حد بشويها. خلص حوارك. ما انا هقول لك. قاسم لما لقى ان الشغل في المضروب بيجيب فلوس وبيكسب، قال لك يكمل الليله ولو تعرف تثبت اثبت. وانت عرفت الكلام ده كله منين؟ انت كنت بتشتغل معاه؟ مين ده؟ انت بتشتغل مع مين؟ مع قاسم؟
ما سمعت الاسم ده فين قبل كده؟ اسم ايه؟ خلاص انا بقول لك. ايوه اسم 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 بقى توطي صوتك بقى عشان الناس ما تقعدش تسمع المعلومات اللي احنا بنقول، المعلومات دي سريه فاهم. انا هقول لك، اصل من ساعه لما راجل دخل الاسم والسجن عندنا ابعد كل شويه يقعد يصدعنا بالاسطوانات بتاعته، اصل قاسم عمل فيا، اصل قاسم سوى فيا وما اعرفش وصدعني، وانا ساعات ما بعرفش اتغدى منه، فبقيت ايه اسمع واسكت. انا ما بحبش اطلع كلام اصلا لحد، لان انا كلامي قليل واخد لي بالك، ما بحبش ارغي، انا الرغي ده بيخنقني وساعات بصدع. انت في حاجه مضايقاك؟